مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، في انطلاقه جديده من انطلاقات هذا اليوم، حيث اعلنت انطلاقه شوطنا السابع وشوطنا السابع الخاص ايضا بالحول مباشره مع المركز الاول والصداره الاولى، حيث اجد في المقدمه هنا وفي الصداره والمركز الاول هذه من هجن سيح السلام حمد بن علي العويسي في التضمير، بينما المركز الثاني شاهينيه لهجن ند الشبا وسالم بسعيد في التضمير، هملوله خذت المركز الثالث لهجن الرياسه علي بن يميه اللوهيبي في تضميرها، بينما المركز الرابع القدوم من الشاهينيه لهجن العاصفه بقياده غياث الهلالي، المركز الخامس الوصول من شمعه لسمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان عامر بن محمد بن عبيد المزروعي في التضمير والتدريب. هذه نتيجتنا للخمسه المراكز الأولى. ناخذ المركز السادس، هناك ديمة لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان وناجم بن علي الغيلاني في التضمير، المركز السابع الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما المركز الثامن اللي تقدمت في هذه اللحظات هذه الشاهينية لهجن الرياسة وبقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم ويقدم لنا هذا الاسم. وصلت الشاهينية لهجن العاصفة وبقيادة ايضا غياث الهلالي في التضمير والتدريب. الدخول الاخر هنا مشاهدين الاعزاء من خلال تواجد هملولة لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي ضمرها، ايضا خذت المركز العاشر. هذه العشر المراكز الاولى المتقدمة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في انطلاقات هذا الصباح واندفاعات هذا اليوم. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، نعود الى الصدارة، نعود الى مقدمة الشوط، الى الصدارة الاولى والمقدمة الاولى ومقدمة هذا الشوط والاداء المتميز والجميل هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، ايضا من تأتي في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق. هنا نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى من هجن سيح السلم وحمد بن علي العويسي يتقدم ايضا ويقدم لنا هذا الاسم، بينما شاهينية في المركز الثاني هجن ايضا ند الشبا سالم بسعيد في التضمير، هملولة خذت المركز الثالث من الزاوية الاخرى لهجن الرياسة يضمرها علي بن يمي اللوهيبي، بينما المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلالي يتقدم مع ايضا الشاهينيه في هذه اللحظات. المركز الخامس الشاهينيه من هجن العاصفه غياث الهلالي في التضمير والتدريب، بينما المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات وتقدمت ايضا هناك مشاهدين الاعزاء، وسادس المراكز الشاهينيه هجن الرياسه محمد عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز السابع وصلت فيها ملوله وتدخلت في هذه اللحظات لهجن الرياسه علي بن يمي اللوهيبي، ثامن المراكز هناك ملوله ايضا لهجن الرياسة علي بن يمي اللوهيبي ضمرها في المركز الثامن، بينما المركز التاسع تاسع المراكز دخول جميل قوي على المركز التاسع، هناك ايضا من تاتي في هذه اللحظات الشاهينيه لهجن العاصفه وغياث الهلالي، بينما هنا ايضا التدخل القوي والجميل هناك من خلال تواجد ايضا الاسم القادم من الزاوية الاخرى والمتقدمة هي في هذه اللحظات اللي هي شمعة لسمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد الهيان عامر بن محمد بن عبيد المزروعي في التضمير والتدريب، غيرت هملولة لهجن الرياسة خذت المركز العاشر في هذه اللحظات بقيادة المضمر علي بن يميل الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في كل مكان، متابعي ايضا قناة دبي ريسنج ومتابعي هذه الانطلاقة. عودة الى الصدارة، عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى المركز الاول، المقدمة والصدارة والمركز الاول الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي بدأ يغير الصدارة في المركز الاول، بينما المركز الثاني الشاهينية هجن ند الشبا ايضا تتقدم بقيادة سالم بسعيد في التضمير والتدريب. المركز الثالث يا سلام، هناك منوة القادمة بشعار هجن سيح السلم وحمد بن علي بن عامر العويسي يتقدم ايضا ويقدم لنا هذا الاسم،
الحسن بين مهام الأولى، خذت المركز الرابع لهجن الرياسة وبقيادة علي بن مي اللهيبي، سادس المراكز هنا القادمة الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة محمد عتيق بن زيتون المهيري، المركز السابع القدوم من هام الأولى لهجن الرياسة وبقيادة علي بن مي اللهيبي، المركز الثامن الشاهينية هجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة، المركز التاسع هام الأولى من هجن الرياسة بقيادة علي بن مي اللهيبي يتقدم، بينما المركز العاشر اللي غيرت هذه الشاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي في التضمير والتدريب. يا سلام يا سلام يا هذه الأسماء القادمة وأيضا المنافسة في هذا الشوط، سابع أشواطي هذا الصباح، شوطنا السابع وتحدياته من خلال هذه المنافسة القوية. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول حيث أجد الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير والتدريب، بينما المركز الثاني هناك الوصول من أيضا منوة لهجن سيح السلام حمد بن علي بن عامر العويسي مضمر النجوم الخمس، يتواجد الشاعر ويقدم لنا انطلاقة شعار هجن سيح السلام، بينما المركز الرابع والثالث الشاهينية لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الرابع الشاهينية من هجن أيضا ند الشبا سالم بن سعيد التضمير والتدريب، هملولة تنضم إلى أيضا الخماسية وتأتي بالمركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي، والمركز السادس في هذه اللحظات سادس المراكز الشاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلال، المركز السابع وصلت يا هملولة من هجن الرياسة علي بن مي اللهيبي، والمركز الثامن هناك هملولة لهجن الرياسة والمضمر علي بن مي اللهيبي، بينما الدخول الآخر والتحدي من خلال تواجد أيضا الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي يتقدم من خلال تواجد هذا الاسم، هذه أيضا العشر المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هكذا نداءنا، نعود إلى المقدمة وما زالت السيطرة مع هجن العاصفة، هي على الصدارة، هي على المركز الأول، هي على المقدمة الأولى والاندفاع ايضا في الصدارة، المركز الثاني هناك شاهينية هجن الرياسة، يتواجد ايضا محمد العتيق بن زيتون المهيري المقدم هذه الانطلاقة، المقدم هذا الاداء المتميز والجميل، المركز الثالث منوة هجن سيح السلام حمد بن علي بن عامر يتقدم العويسي ويقدم لنا هذا الاسم، بينما هناك المركز الرابع القادمة الشاهينية الواصلة الشاهينية يتقدم شعاري هجن ند الشبا سالم بن سعيد في التضمير، المركز الخامس هملولة وصلت هملولة خذت المركز الخامس لهجن الرياسة ضمنها علي بن مي اللهيبي، المركز السادس القادمة الشاهينية من هجن العاصفة غياث الهلالي وصل في هذه اللحظات سابع المراكز، وصلت فيها هملولة هجن الرياسة وأيضا هناك تضمير علي بن مي اللهيبي، المركز الثامن أيضا هملولة لهجن الرياسة، المركز التاسع أيضا تدخلت هملولة لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن ميل الوهيبي، والمركز العاشر القادمة الشاهينية من هجن العاصفة غياث الهلالي هنا يتقدم من خلال هذه المنافسة. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام للعشر المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا الأعزاء. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، العاصفة ما زالت في المقدمة محافظة على السيطرة، محافظة على الاندفاع الأول على الصدارة الأولى، هناك هجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير هو التدريب، بينما المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة يقودها هناك أيضا المجازف محمد العتيق بن زيتون المهيري، المركز الثالث وصلت هجن العاصفة، وصلت هجن العاصفة على ثالث المراكز مع الشاهينية وغياث الهلالي، المركز الرابع وصلت أيضا هناك مشاهدين الأعزاء القادمة هملولة لهجن الرياسة تتقدم على المركز الرابع هملولة لهجن الرياسة علي بن مي اللهيبي، المركز الخامس هملولة لهجن الرياسة بقيادة علي بن مي اللهيبي، تحركت الشاهينية من هجن العاصفة الواصلة الشاهينية من هجن الرياسة بقيادة بن زيتون، والوصول الآخر من خلال تواجد الشاهينية لهجن
مهاجم الرياسة محمد العتيق بن زيتون المهيري بدأ يتقدم من خلال هذه الاندفاعات. وهنا أيضا الشاهينية الأخرى لهجن الرياسة محمد العتيق بن زيتون المهيري يتقدم من خلال هذا الاسم وهذه النتيجة. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة الأولى، إلى الصدارة الأولى الشاهينية. هجن العاصفة على المركز الأول، هجن العاصفة على الصدارة الأولى تتقدم بهذا الأداء المتميز. الموقع كيلو الامتحان، الكيلو متر الأخير، العاصفة على الصدارة، العاصفة على المركز الأول. هجن العاصفة تقدم هذه الانطلاقة. المركز الثاني الشاهينية، هجن الرياسة يتقدم هناك محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث هملولة لهجن الرياسة. المركز الرابع هملولة من هجن الرياسة، يتقدم أيضا هناك علي بن إيمي اللهيبي. المركز الخامس دخلت الشاهينية لهجن الرياسة محمد عتيق بن زيتون المهيري. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. نعود والعود أحمد إلى المنافسة، إلى الصدارة الأولى، إلى المقدمة الأولى الشاهينية. هجن العاصفة، هجن العاصفة هي على الصدارة، هي على المركز الأول. المركز الثاني الشاهينية هجن الرياسة. المركز الثالث الشاهينية هجن الرياسة بن زيتون. رابعا وخامسا هملولة وهملولة لهجن الرياسة مع الظافر. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة الأولى، إلى الصدارة الأولى. هذه الشاهينية غيرت الصدارة وخذت المركز الأول. إذن هجن الرياسة بقيادة المجازفة محمد العتيق بن زيتون المهيري يتواجد. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمجازف محمد العتيق بن زيتون المهيري على هذا الأداء المتميز والجميل الذي قدم في هذا الصباح من خلال تواجد الشاهينية. المركز الثاني وصلت الشاهينية هجن العاصفة هملولة، ثالثا لهجن الرياسة، ورابعا هناك هملولة لهجن الرياسة، خامسا الشاهينية من هجن الرياسة. تهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدم من خلاله ايضا هجن الرياسة. تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ايضا لحظات الاعادة بالتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، هنا توقيتنا الزمني، حيث ايضا التوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء ومتابعين الكرام للشاهينية هجن الرياسة 12 دقيقة 34 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة 12 دقيقة 36 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر غياث الهلالي. هملولة من وصلت ثالثا ب 12 دقيقة 37 ثانية، وأيضا هناك 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا العلي بن ميل الوهيبي.